مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلم الأضواء وقراءة ومتابعة لأهم أحداث وأخبار ومباريات القسم الثاني للمجموعات الستة. أيضا هيكون معانا إن شاء الله النهاردة كل ما يخص القسم الثالث ومراكز الشباب، ومش هننسى مع له الحصانة ما تنفعش، يقول له لأ أنا معايا حصانة، يقول له الحصانة ما تنفعش في كرة القدم. في النهاية بعد ربع ساعة تم خروج سمير موسى واستؤنفت المباراة. خالد جلال يعتذر لجماهير السويس لفقده القمة. طبعا خالد جلال نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب السويس كان يعتلي القمة لمدة أسابيع طويلة خلال الدور الأول والدور الثاني، فقد القمة بعد تعادله مع شباب أبو سوير وفوز الشرقية على دمياط 1-0. لا تعتلي الشرقية القمة. السكة الحديد والشرقية للدخان يمارسون عادة المشاجرة بين اللاعبين. طبعا دي عادة بقالها حوالي سنتين ثلاثة بين الشرقية للدخان والسكة الحديد، سواء على ملعب ده او على ملعب دوت. مباراتهم الأخيرة انتهت بمشاجرة، كان الحكم المباراة انتهت بشكل جميل جدا وكان نظيف جدا خلال شوطين المباراة، ولكن بعد انتهاء المباراة اعترض الكابتن جمال عبد الحميد وجهازه الفني والإداري على ان مدة المباراة لم تنتهي بعد وما فيش وقت ضايع. فجأة لقينا عامل ملابس بتاع السكة الحديد الأقاويل كتيرة اعتدى على حارس مرمى الدخان، قامت مشاجرة بين اللاعبين، ربنا سلم وانتهت بدون إصابات، كأنها خلاص بقت عادة عندهم لا تنتهي مبارياتهم مع بعض إلا بمشاجرة. زي ما قلنا الشرقية الزقازيق على القمة لأول مرة هذا الموسم بقيادة المزين. زي ما قلنا إن بعد ما فقد كابتن خالد جلال القمة بعد تعادله مع مركز شباب أبو سوير، الشرقية فازت على دمياط بقيادة أحمد الكاس 1-0، ثم تعتلي القمة مع المزين. طبعا ست مباريات لازم نشيد بالكابتن ايمن المزين، ست مباريات متتاليه جاب فيهم 18 نقطه. الفرق الاخرى اللي هي كانت بتنافس معاه ابتدت تخسر مباريات، في اول تجربه حقيقيه ليه مع دمياط يحقق الفوز، وكان حقق الفوز ايضا مع منتخب السويس، بقوا الاثنين تحت منه هو على القمه بكل اجاده، وتحيه من البرنامج للكابتن ايمن المزين مع التوفيق لكل الزملاء. استقالة محمد جنيدي سمنود بعد هزيمة شربين ببركات الأرنب، زي ما احنا قلنا كده ان كان شربين يعني عايزة تفك النحس تعمل ايه، جابت أرنب. انا طبعا هنتناقش خلال الحلقة ليه أرنب، يعني في واحد يقول أرنب وواحد تاني يقول لك ارشوا مية، وهنجيب لكم لقطة كان بردية المحلة بيبخروا. هل هي دخلت طريقة اللعب؟ يعني النهاردة بقت الطريقة بتاعت الخطط بتاعت الفرق في القسم الأول والتاني نقول هنلعب النهاردة 4-3-3 مع البخور، الفرقه الثانيه 4-2-4 مع ذبح ارنب. هنشوف القصه ديت مع بعض خلال حلقتنا ان شاء الله. طبعا حتى الخبر معانا بيقول السحر والشعوذه اصابت انديه القسم الثاني. الترسانه يسعى لضم ميسي. ميسي مين؟ ميسي شربين، في لعيب كويس جدا بيشبهوه بميسي في شربين. الترسانه ومجلس ادارته بيحاول ان هو يخلصه، ويمكن اقتربوا خلاص من ان هم يخلصوه لنادي الترسانه، طبعا في بدايه الموسم الجديد لان مرحله الانتقالات الشتويه انتهت. يمكن من هنا يعني ننعي الكابتن رمضان إبراهيم المدير الفني لمصر للتأمين لفقدانه شقيقه الأكبر أول أمس. نتمنى يعني أن ربنا تكون آخر الأحزان، ونعزيه باسم حلم الأضواء وقناة مصر الزراعية. يمكن من أهم الأخبار وأحدثها معانا وائل الأباني المدير الفني لفريق الاتصالات، قدم النهاردة اعتذاره لفريق الاتصالات لانه انضم للجهاز الفني لفريق الشرطه بقياده الكابتن هاني رمزي وطارق السعيد، وقدم الاعتذار، وفعلا فرقه الاتصالات قبلت الاعتذار ويبحثون عن مدرب بدلا منه. يمكن احنا كده وصلنا لنهايه الاخبار النهارده معانا. كالعاده طبعا احنا بننتقل للفقره الثانيه وهي فقره لمسه الوفاء. بنعود إلى الأسكندرية والكابتن بحر جسور نجم نادي الأولمبي. طبعا يمكن كتير من السادة المشاهدين ما يعرفوش مين هو البحر جسور، يمكن الناس دي، وزي ما قلنا قبل كده احنا ليه بنحاول نعمل لمسة الوفاء، ما بنعملهاش مادة وبنعرضها وخلاص، لا ليها أسباب. الناس دي لم تع...
تكن موجودة أيام الفضائيات والسبعين قناة. يمكن النهاردة اللعيب اللي بيلعب في قسم ثالث بقى معروف، في ناس لعبت منتخب مصر ولعبت دوري ممتاز، ولكن الأضواء كانت منصبة في الفترة ديت على الأهلي والزمالك فقط. ولكن إحنا من خلال حلم الأضواء وقناة مصر الزراعية قلنا لازم نلقي الضوء على الناس دي. بحر الجسور نجم من نجم نجوم نادي الأولمبي ومنتخب مصر، يمكن هو عاصر نادي الأولمبي وحصلوا على بطولة الدوري العام سنة 65-66. لعب معاه أسماء كبيرة جدا في نادي الأولمبي، كابتن فاروق السيد، كابتن عز الدين يعقوب، سعيد قطب نص الملعب، حلم سليمان البوري، السكران، مصطفى شتا، يمكن دي أسماء، وآخرهم المرحوم الكابتن محمود بكر. اشتغل في كل المجالات الكابتن بحر البحر جسور، اشتغل في الإدارة واشتغل في التدريب حتى وفاته المنية منذ سنوات. احنا بنقدم هذه اللمسة لأسرته ولمشجعي الأولمبي ولمجلس إدارة الأولمبي ولكل مهتمين بكرة القدم لنتعرف من هو البحر جسور نجم الأولمبي. نشوف التقرير ثم نعود ونستكمل حلقتنا إن شاء الله ونستقبل ضيوفنا الكرام. انا بعتز بيها جدا على المستوى الشخصي، لان تكريم الناس القديمه، الناس يعني جيل قديم كان هي خارج الاضواء حاليا يعني يعتبر منسي بالنسبه لناس كتيره، يعني في اجيال جت النادي الاولمبي او غير النادي الاولمبي او نادي الاتحاد او نادي الاسماعيلي، يعني انديه مصر كلها فيها لعيبه عظام، فيها ناس كبار، في ناس ما تعرفش عن تاريخهم او عن حياتهم حاجه خالص. يعني زمايل بابا برضو في نادي الاهلي كان الكابتن شوقي عبد الشافي وكابتن انور سلامه بيسال علينا، هو مش من الجيل بتاعه، هو الجيل بعديه، بس طبعا على اتصال بينا دائما. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان برضو يعني في اتصال بينا ساعات لما كان عايش يعني. وفي الزمالك الكابتن محمود ابو رجيله وكابتن احمد مصطفى وكابتن طه بيسري الله يرحمه، كابتن فاروق جعفر، يعني ناس كتيرة، كابتن مصر وكابتن حمادة أمام، لا الناس دي ناس محترمة جدا. وما انساش برضو طبعا كابتن جمال عبد الحميد وكابتن أحمد شوبير، دولت يعني بيسألوا علينا بصفة مستمرة جدا يعني. كان راجل جميل بصراحة، يعني كان طيب جدا ويحب الناس، والناس كلها كانت بتحبه طول عمري، يعني عايشة معاه، يعني ما شفتش منه حاجة وحشة بصراحة. ولغايه يعني ما مات انا يعني قعدت فتره طويله مش قادره يعني بصراحه انساه خالص يعني. والحمد لله احنا عايشين بحسه والله لغايه دلوقتي، بسيرته بحسه، والناس كلها والله يعني كل الناس بتحبه، كل الناس، كل اللي بيجيب سيرته على طول والله يعني. وكان كل اللي حتى اللي في مصر واللي في اسكندريه كله دايما يسال علينا ويكلمنا، وبحس انا بحس بان هو راجل حلو قوي من الناس وحب الناس ليه. بابا راجل قوي محترم قوي، شخصيه ما شفت زيها لحد دلوقتي، وبصراحه يعني عمل حاجات كتير حلوه عشان كده احنا كويسين الحمد لله. وبصراحه ما فيش حاجه غير ان هو الله يرحمه. بس تعرفي ان هو اسم البحر جسور لوحده كفايه في اسكندريه معروفه،
هو عمله، هو اللي عمله بايده، مش ما حدش عمله له، يعني هو اللي عمل كل حاجه، ما حدش عمل له حاجه في الدنيا. كان راجل طيب جدا والناس كلها كانت بتحبه، وعامه كل الناس يعني اي حد بيعرف ان انا متجوزه حماده البحر جسور بيذكر حماده الله يرحمه بكل خير. يعني تقريبا مروه وحماده وطنط لحد دلوقتي عايشين باسمه. الحمد لله ربنا بيوقف لهم الناس كويسه عشان خاطر اسم البحر جسور الله يرحمه. كابتن احمد البحر ده كان من احسن اللعيبه اللي انجبه في النادي الاولمبي، وعاصر جيل الامير رشدي والسيد شلي ومسعد ورفاع سرور، وبعدين دخل مع جيل الذهبي اللي فاز بالدوري العام اللي هو فيه محمود بكر وشتا والبوري والسكران والفرقه ديت. وكان انا مره قابلت الكابتن يكن حسين فبيسالني على الكابتن بحر، قال لي ده من احسن اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا، لو كان البحر جسور ده في الايام دي كانت الكوره زي دلوقتي لكان البحر الجسور ده يجيب مليارات مش ملايين.